بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار، وكانوا للصنم ساجدين، كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفينته، ويدعي للهدى والنور، فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين، بعلم ودين، وكان المرسى عالجودي، ونوح قال للحياة عودي، وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. ماذا يريد هؤلاء من رجل يقول ربي الله؟
ماذا يريد هؤلاء من نبي يدعو إلى التوحيد ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ لك الله يا نوح، أنت ومن اتبعك من المؤمنين. لقد زادت الحرب على نبي الله نوح يا صل. علينا أن نحترس لهذا يا طغورة. كيف؟ علينا أن نأخذ حذرنا من والهة وقاصرة. نعم، فهما أساس كل شر يحدث. أرى في عيون زوجي الحزن والألم الشديد. كذلك زوجي ينهار ثم يتماسك خوفا على نبي الله نوح. ما الذي يمكن أن يفعله ابن يرى الكل متربصا بأبيه؟ ليس لدى المستضعفين سوى الدعاء. تخطف أحفاد نبي الله يا شائك؟ سأخطفهم يا مهدي. كيف تجرؤ؟ سأخطفهم يا مهدي. لم أكن أعرف أن بقلبك كل هذا الشر. لابد أن أفعل ذلك. هل هددك بالقتل؟ في يوم من الأيام سرقت قصر السامق، وسأعيد له ثروته كاملة. تعيد له ثروته وتخطف أحفاد نوح؟ أنا لا أهاب الموت. إذن لماذا ستقوم بهذا الفعل المجرم؟ مرغم على ذلك. ولكن الله قد من عليك بالتوبة والإيمان. دعني أنفذ هذه المهمة وأحذرك أن ينطق لسانك بشيء. لهذه الدرجة أنت شرير؟ كيف ستفعل هذا يا شائك؟ كيف؟ ليس لدي أي حل آخر. ولكنك آمنت يا شائك، أسلمت. أنا مرغم على هذا الأمر. لا تفعل ذلك يا شائك، ولنغادر هذه القرية. لا لا، لا يمكن أن أغادر هذه القرية في هذه الظروف. لماذا يا شائك؟ لابد أن أتمم هذا الأمر أنا بالذات. أنت بالذات؟ نعم، هذا العمل لا يمكن أن يقوم به غيري. لا أفهم ما يحدث، لا أفهم يا شائك. طغورة، دعيني أتمم مهمتي. سبحانك يا رب يا مقلب القلوب، كيف وأنت من تبت يا شائك؟ ياقوت، يا كوش، أحفاد نوح، أين أنتم؟ ياقوت، يا كوش، أين الأولاد؟ لقد خطفوا أحفاد نوح. لماذا يخطفونه؟ وما ذنب هؤلاء الأطفال؟ اصبري، اصبري يا صلب. أثق أننا سنعثر عليهم. يا لها من مصيبة كبرى. يا لها من كارثة. يا
يقود. يا كوش، أين أنتم يا أحفاد نوح؟ أين أنتم يا أولاد؟ غفر الله لك يا شائك، كسرت قلوب هؤلاء الأمهات. يا كوش، يا قود، أين أنتم يا أحفاد نوح؟ أين أنتم يا جابر؟ يا جابر، يا جابر، أين أنت؟ أين أنتم يا أحفاد نوح؟ سيأتي يوم تشكرون فيه شائك أنه هو الذي اختطفكم. ماذا بك يا قطار؟ أراك هادئاً ساكناً لا تظهر كثيراً في الحديقة. الخير في ولدي يا مولاي، مهدي يفعل ما هو ضروري. نعم، إنه ولد طيب. هو خادم لك يا مولاي. سأعطيه بعضاً من ملابس خادمي القديمة، ولكنها جديدة. خيرك علينا يا مولاي، هل تأمرني بشيء؟ نعم، أريد ولدك في مهمة. سمعا وطاعة يا مولاي، سأرسله لك اليوم. لا، ارسله لي غدا بإذن الله. ماذا؟ ماذا تقول يا قطار؟ لم أقل شيئا يا مولاي، لم أقل أي شيء. ربما صوت من الخارج. هيا 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 انصرف. سمعا وطاعة يا مولاي. يا قوت، يا كوش، أين أنتم يا أبنائي؟ أين أنتم؟ اصبري اصبري يا صلب، سنعثر عليهم بإذن الله. اصبري. لقد ضاع الأبناء يا طاغورة، ضاعوا ضاعوا. وما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا كوش، يا قوت، يا أبنائي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردهم إلينا ردا جميلا يا رب. كيف ستكون الحياة بدونهم؟ كيف؟ كيف؟ اصبري، سيعود الأبناء، كل ثقة بالله تعالى. لم يخب ظني فيك يا شائك، أنا أعرف جيدا قدراتك الإجرامية. لقد أتممت المهمة يا مولاي الأمير. وأين الأطفال؟ أدخلتهم في حجرة قاع القصر يا مولاي. أغلق الحجرة جيدا يا شائك. هل تطلب مني مهمة أخرى يا مولاي السامق؟ أجل، هناك مهام كثيرة، وهناك الكثير من الذهب الذي ينتظرك. وأنا رهن إشارتك. أعلم ذلك جيدا يا شائك.
ماذا يريد هذا الأمير من ولدي؟ هل علم بحقيقة إيمانه بنوح وبدعوته؟ ترى هل يدبر أمرا لولدي مهدي؟ ماذا أفعل يا إلهي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا فعلت هذا يا شائك؟ وكيف سولت لك نفسك أن تفعل ما فعلت؟ آه يا ربي، من سينقذ هؤلاء الأطفال من يد السامق المجرم؟